واخر يقول امانه عليك ان تعرض هذا السؤال. امراه مات عليها زوجها او عنها زوجها وترك لها اولاد ولا يوجد من يصرف عليهن، وخرجت لتسعى على اولادها في حقل العمل بين الرجال والنساء، فما حكم ذلك؟ عليها ان تسعى للعمل، ان تقوم على اولادها، لكن بالطرق المباحه، تعمل في ميدان النساء لا في ميدان الرجال، لا بأس. أما أن تكون بين الرجال لا، الله جل وعلا جعل في ما أباح غني عن ما حرم سبحانه وتعالى. بتعمل في ممرضة من النساء خاصة، تعمل في بيت مأمون بأجر معلوم لحاجات تقوم بها، إلى غير هذا من الطرق السليمة البعيدة عن الأرض.